اولا نترحم على جميع شهداء الوطن مع تمنيات شفاء جميع جرحانا. نحن قبيلة الصواعة نتقدم بهذا البيان إلى القيادة العامة قوات المسلحة وإلى الغرفة الأمنية مدينة بنغازي. بعد البحث تم التعرف على ابننا سالم الشاعري أنه في جهات أمنية مختصة، وعليه نحن شباب قبيلة الشواعة نطالب من القيادة العامة والمسؤولين التحرك وفتح التحقيق بالواقعة ونستنكر الاعتداء على حرمة المنزل الآمنة. وقاموا بضرب الأطفال والنساء وتكسير البيت وخطف النساء من البيت والأطفال وبالضرب المبرح وسرقة التركات الشخصية، وتم رمي الأطفال والنساء عند جزيرة الشعب منطقة المشوري. وعليه نطالب الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في التجاوزات التي حصلت من بعض الأشخاص المحسوبين للأسف على القيادة المسلحة حتى لا تكون فتنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شباب قبيلة الشواعر.